طبعا كلنا مركزين من اول البطوله، فالحمد لله دي حاجه كويسه. والتراجع احنا كنا عاملين حسابه من واحنا هناك، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، والنهارده قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نحقق 10 باذن الله. قفشه دايما في كلامه يقول لك حسين الشحات من افضل اللاعبين اللي بتتحرك لي. النهارده اسيست جميل من قفشه، تحرك ولا اروع من حسين الشحات، هدوء ثقه. حكم وقفنا على الاوفسايد، لكن احنا كنا متاكدين انها هدف. الحمد لله، والله الحمد لله. طبعا يعني نفسه طبعا ما حدش يقدر يتكلم، من افضل لعيبه في افريقيا مش في مصر بس، على اعلى مستوى. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه ان شاء الله دايما معانا. نفسه دايما انا بتكلم معاه انا هو قبل الماتش، اللي هو لما اول ما الكوره معاك وتلف هتعرف ان انا هدخل على طول. فالحمد لله قدرنا يعني نعملها النهارده زي ما بنعملها على طول، وقدرنا ربنا كرمنا ان انا اجيبها جون النهارده الحمد لله. حسين، الفتره اللي بيبقى فيها ضغوط وفيها امور صعبه بتتعامل معاها ازاي؟ ونحن يعني انت عارف طموحات جماهير النادي الاهلي واحلام جمهور النادي الاهلي وثقه الجمهور في حسين الشحات، ومستنيين منك كتير. طبعا والله يا جمهور النادي الاهلي طبعا اللي دايما في ظهر اللعيبه كلها مش في حسين بس، دايما معاهم، دايما في ظهرنا، دايما بيشجعونا. فالحمد لله هم عندهم ثقه بيا كبيره، فان شاء الله بوعدهم اللي جايه احسن، لان الفتره اللي فاتت طبعا يعني كان ضغوطات علينا كلنا، احنا كنا بنلعب كل يومين في رمضان. فالحمد لله يعني فمركزين، وبقول لهم ان شاء الله اللي جايه احسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحهم ان شاء الله في افريقيا والدوري باذن الله. مواجهه مرتقبه خلاص مع فريق كايزر تشيفز، شايف المواجهه ازاي؟ والله طبعا احنا مركزين في الدوري الماتشين الجايين الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز بقى في افريقيا ان شاء الله في اللي جاي، ان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نحقق البطوله ونسعد الجمهور كله ان شاء الله.